القيروان وفي ربوع الوطن وله مستمعوه في كامل أنحاء العالم. ضيفنا اليوم هو الأستاذ حاتم دربال، وكنا في القسم الأول من هذه الحصة اتحدثنا عن طفولة حاتم دربال، الطفولة الأولى ما قبل المدرسة، وكانت فيها إضاءات رائعة جدا. الليلة باش نرجع مع حاتم دربال ما بعد 6 سنوات، هيك المرحلة الابتدائية التي لا تخلو منها ذاكرة من ذاكرتنا جميعا. المرحلة الابتدائية مرحلة مهمة في نحت ملامح شخصية الطفل، وعندك الذكريات العزيزة الغالية، ومن حكمة المولى عز وجل أن بعض الأشياء تنسى في الكهولة، أما في الطفولة فإنها لا تنسى. حاتم دربال مرة أخرى نورتنا في رواق الحياة. نورك سيدي عبد المجيد، ربي يبارك فيك. أهلا بك وأهلا كل مستمعي الحياة أفهم، يعيشك فضلك. هيك الرحيبة والمدرسة المجاورة للرحيبة هي مدرسة ابن جزار الرحبة، مدرسة الرحبة. قبلها هي قبلها قريت في الروضة نتاع القشلة. روضة القشلة هي كتاب وروضة. اي هي قريت في روضة القشلة اللي هي القصبة، توا نزل القصبة. كان فيها روضة، كانت روضة. نعم اي سيدي، وارتدتها عمري 4 أو 5 سنوات. بالطبيعة الكتاب هذاك نهرت لحد ديما، معناها تقريبا في العطل. نعم. في الصيف نرتدوه، وبعد دخلت عند المدرسه نثبت على روحي. اول نهار شيعتني والدتي، اول نهار تتذكر؟ اي نعم، انا نتذكر اول نهار في المدرسه ايضا، حتى نتذكر ونتصور خوينا الكل واخواتنا يتذكروا اول نهار في المدرسه. اي نعم، حدث خطر. اي نعم، هو فعلا هو حدثنا عن نهار هذا سيدي، وهو كذلك احنا معناها كانت معناها تبارك الله فول، معناها يعني الوالدة الله يرحمها خذتك من يديك تعيش وترحم. انا وقتها والدتي معناها هي مازالت تعيش ساعة، ربي يطول انفاسها. ربي يرحم الوالد، يرحم سيد احمد يا اخوي، ربي يطول انفاسها. هي والدي وقتها مشاو رسموني، ثم هي رجعتني للاول يوم دراسي. ايوه باش قالت لي هاو قسمك هاو درا شنو. ومنذ ذلك اليوم فقط، معناها يعني حتى من بعد ال كواعد مشيت معك نهار لولو وسلمتك، حتى في الليسي وحدي لا صحيح كبرت، معناها ما تنعرف انا من الوجهه نتاعك قصد ربي على روحك. اي لا بالحق، كانت قبل ما كانش هالحرص هذا اللي تو قاعد نشوفوه قدام المدارس نتاع اني تشيع وتجي وكذا. اليوم راهو ذهابا وايابا، اي جوستومون هذا قليل، وانت راه صغير مروح وحده المدرسه. اي هذا هو، تغيرت المعطيات، تغيرت المعطيات صحيح. عدا كان معناها وقتها معلمية سي لسعد، سي عبد المجيد عسلوش، سي خالد العلاني الله يذكره بالخير، ربي يطول انفاسه، سي خالد الاديب الشاعر، نعم سيد احمد الجراد الله يرحمه، مدام هدى نقرة، مدام حياة، مدام رفيقة المعلول التو تعيش ربي يطول في انفاسها، مدام وسيلة الوحيشي تحية لهم الكل صغيرة. معناها البارح بركة حياتني في الفيسبوك، بعثت قلت لها ساتيش لحوالك. ف سي خميس الجناوي زاد ربي يطول في انفاسه مازال يعيش. سي بلقاسم كريم الله يرحمه، سي بلقاسم نعرفه شخصيا، سي سالم الله يرحمه، سي سالم دعدوش الله يرحمه زاد الله يرحمه. دونك هذوما اساتذتي اللي كنت قبل، معناها والأغاني والأناشيد عادة. حدثني على الأغاني والأناشيد، حدثني على الجانب هذا، كنت موهوب في الأغاني والأناشيد. يعني راني كنت باش نسألك سؤالك، أنت توا استبقت، كنت باش نسألك من لول الطعم لولاني نتاع عالم الموسيقى وعالم الإنشاد هذه، أما كم مشيت وحدك أنت للنقطة هذه؟ حدثني على الموضوع. نلقى روحي نحبهم الأناشيد هذوك ونحفظهم وتحفظهم وتأديهم ونأديهم وترفع صبعك باش تقرأ وكذا باش نقرأ. هو هذا وهو كذلك سي لا مير ميشيل كي ا بيردو سون شا وسامي سون بير سا مير سا سور سون تي فرير سون تالي بورتي ان فولار ا غرومير. دونك هذاك الاناشيد المزيانة صحيت هذوك البدايات كانت الجميلة. والحقيقة كنت معناها فما بعض النصوص هكاك معناها عبثا نحاول نلحن، راني مش ملحن لحد الان، انا راني ادعي لا. اما كنت يعني إن نقولها مغنات باش نجم نغمها، باش نجم نهضمها، باش نجم تعظمها، باش نجم وهي لا برشا والله هيلة. طريقة هي ما انا نثبت مرة نقراو في في الليسي. بعت بيك شويه ما باش نوريك مشحات بنو زيدون، بنو زيدون
سقى الغيث أطلال الأحبة بالحماة وحاك عليها ثوب وشي منمنما وأطلع فيها للأزاهير أنجما فكما رفلت فيها الخرائط كدما إذا العيش غض والزمان غلام سقى جنبات القصر صوب الغمائم وغن على الأشجار ورق الحمائم بقرطبة الغراء دار الأكارم بلاد بها شق الشباب تمائم وأنجبني قوم هناك كرام. معناها الحقيقة كنت كانت في برنامج الأدب نخضعها باش نحفظها باش نحفظ رغم اللي أنا نحفظ يعني أميل إلى الشعر مش ترجع بيه الابتدائي لا مش نرجع خاطر في الكواليس أعطيتني إشارة وما حلتش اللغز قلت لي عندي ذكرى عندي ذكرى بصراحة هي معناها ألمتني برش وعلى مدى قدش من عام إلا ما تكشف المستور ألمتك معناها. في انقضاء ولا ألمتك في كونها عندها سرها وقت مش نقول لك معناها أنا الحقيقة ما معناها منشني معناها كل قرائن نجيب جدا ومنشني جدا راني أنا أذكر في أنهم مثلا في السنة الخامسة ابتدائي حولوني أنا وزمرة من الزملاء القسم الآخر باش يقوي به القسم الآخر عايمال على هذار شو ما تقولي منيش 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 مشني عملوا بيك دوباج صحيح دوباج دونك وقت اللي حولنا معناها غاضني اللي أوساءني أني بعدت على زملائي هذه هي الحالة لا 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 مازال في السيزيام عدد السيزيام لول نعم جبت معدل 14.5 عديت الاستزيام مثل التجريبي الثاني تحكي لي على التجريبي ثم التجريبي الأول والثاني والامتحان فوالا عديت الأول 14.5 عديت الثاني 15.5 جيت في الامتحان ما نجحتش لا أقسم بالله في سيزيام وكان الله يرحمه شي الحكاية سي بالقاس مكري باش نحكي لك عاد وقت اللي رجعت اللي نجحوا هما ثلاثة الأول نثبت على أسامي ايش كون صديق وزميلي اخويا عز الدين كرعود ولد حومتي حنان الباجي بنت حسين الباجي بنت حومتي زاده ونجاة الشامخ تحيه لهم كل تحيه لهم كل اللي يسمعوا فينا تحيه لهم كل هذو من اللي نجحوا من الكلاس كامل احنا كنا معناها رباعتنا نتنافسوا على المرتبه الاولى هذاك الاولى هذاك الثاني هذاك الثالث بعد تتبادل المواقف دونك احنا ديما الكوكب من الاربعه هذوما من التوب فور هذوما بالتوب معناها من الرباعي معناها اللي ديما يتنافس على المرتبه الاولى توجعت يعني انا ما معناها راني غريبه راني انا نثبت على الحاله الهستيريه اللي عشتها في الصيف هذيك نعم. ما عندكش فكره معناها انا وقتها كنت نطلب من والدي باش يعاود يصلحوا لي معناها اوراقي اي وقتها كان سي محمد بلار الله يرحمه صديق والدي ومعلم كان يقول له يا احمد راي بالحبس الحكايه معناها اذا كان مشتراج عندي ما يطلع ولدك نهارتها معناها ام بازر الناس كل نصبحنا بحث قداش كانت هيبه الاداره يعطيك الصحه يعطيك الصحه هو هذا هو هو هذا اللي يدل على وقتها معنى يعتبر ان التشكيك جريمه فماش اذا كان معناها كذا دونك مجرد انك تخمم سايب علينا مخافه انه ولدك قد يكون قد يكون ولدك هذاك امباز وانت مش تتهم لجنه نرجعوا العام الثاني في السيزيان ندخل سي بالقاسم كريم يقول لي بالحرف الله يرحمه هو في الدرب الله يرحمه الله يرحمه يقول لي حاتم دربير فاش تعمل انت لهنا هو قال لك الكلمه ذيك وانا ما حفظتي وجري على الدار انا نثبت اللي دمعتي تجري هكا مع ما وتلمون معناها ما حملتهاش الكلمة قال لي فاش تعمل هنا يعني شنو الباش جاي هنا فاش تعمل هنا هو راه سي بالقاسم الله يرحمه يظل خوسي حمودة الشريف كريم راه لا خوسي علي اللي هو ولد عم الكل خوسي علي اي ويظهر لي ولد عمسي ولد عمسي حمودة اي الله يرحمهم الكل الله يرحمهم الكل سي علي مازال يعيش لا نحكي على سي حمودة اي فمعناها بالحق ألمتني وقعدت سيدي عبد المجيد حتى اللي نجا عام 2015 عام التكوين متاعي في السيناف اي نعم وقت اللي نجحت في مناظرة التفقه اي نعم وقتها نقراو عن سي حمودة القليب اي سي حمودة قرينا عنده الكل كراجل المرح فهو مو عنده استطرادات عنده كل استطرادات صح كل ف معناها صرح اش قال اوجاه ربي شيء معناها كان يمكن خفي عندي انا قال كيما كان عام وقتها بورقيبه كان ما ياخذ كان نسبه 24% ايوه من الكوتا نتاع اللي في السيزيام واضح
فهم هالنا وقتها بالبدايه. اذا هي نسبه مئويه معنى انا نجم نجيب 15، مش حكايه معدل نجيب 15 وما تطلعش. ولكن صحيح خلينا باش ندخل في كونكورونس مع الجهات الاخرى. كانت مناظره جوستومون، هي مناظره سيزيان. هو هذا هو هذا، انا مش امتحان باش 10 كذا. اي جوستومون، اما انت توجعت في مش في بالك. اي انا فافوري. اي لا مش في بالك ما نجحش معناها مشكل، معناها في النتائج. لا مش جوستومون، هي مشكله في العدد. هي مشكله في العدد، في العدد. ولا كي كان معناها فما ترشيد. أي نعم. للناجحين. أي باش عنده لسيات معين وعنده كوتا معينه للسيات، عنده كوتا معينه للجامعات. ما فماش معناها يعني ما فماش زايد عن نصاب ولا في شارج ولا كذا. على كل حال فالحقيقه معناها ارتحت شويه الحمد لله. ان شاء الله سي حموده كان على قيد الحياه، ربي يطول في عمره. خاطر سي حموده القليبي ارتحني شوي، ارتحني شوي. خليك هيك والله بيه. كنت نتمنى اي انه حتى شوف معنا باش نبعد بك. اي نعم. حتى في النهار اخر يوم يوم الحشر. أي. حتى كان معناها جاز لي اني ندخل للجنه نقول له يا ربي قبل ما تدخل لي قل لي علاش دوبت في السجن. معناها بالحق عطت لك العقده والحمد لله. هذه هي تبقى مؤثره وتبقى راسخه وثابته. والموسيقار الكبير حاتم دربال ماذا يقترح على مستمعيه الليله الفقره الانشاديه الثانيه؟ باه نمشيو شويه هكا الاغاني الفرديه. انا نحب شبيله راشد. اي يرحمها ونعمها. الله يرحمها. يرحمها. مال. كانت عندها كلمه ديما هكا تواتي نحضروا فيها اللي هي تقول ربي يفضلكم، ربي يفضلكم، عايش وليداتي ربي يفضلكم. وتيحت لك فرصه. نعم. اللقاء بها. احكي لنا شويه كيفاش. انا والله انا عام 96 يظهر لي ولا 95 وانا مازلت طالب في تونس. أي. كنت معناها نتردد على مدينة المنستير. أي. وعلى فرقة الشباب تحديدا نوجه لهم تحية من هنا. تحية لهم. فالحقيقة وقتها انضميت للمجموعة ومشينا لبنزرت، عملنا مهرجان معنا شبيلة راشد وقتها. الصيف هذيك معناها كان شبيلة من ضمن المجموعة ومعناها عملوا معاها تورن كبير ياسر ما شاء الله. فكنت أنا مومب معاهم وتيحت لي معناها الشرف اني معناها احتكيت بها وفي منزل تميم زاد عام يظهر لي 97. بعض المهرجانات بالطبيعه او الحفلات اللي مشيت انا حضرت حضرت فيها. كانت امراه عظيمه برشا الحقيقه. مفيش حتى شك معناها فنها يدل عليها. الحقيقه معناها امراه عد عندها غنيه تقول يا ولفتي اذا تغيب علي يحرم الفيف النوم على عينيا. يالله. وهنا ما قلتش اذا تغيب علي ولفتي، خاطر هي الغنيه تبدا باذا تغيب علي ولفتي. كيما فوق الشجره ام الحسن غنات سيدي عبد المجيد. اي هذيك اي عد هي الكلام ما يبداش بفوق الشجره. اي لا تبدا بام الحسن غنات فوق الشجره. سامع صداها مريض علي اليبره. شفت كيفاش معناها ديما نبداو نحن بال كيما يعني نهايه كيمة. الصدر يسبقها. صحيح. أي. نهايه الصدر هي اللي سبقوها ومن بعد يخرج فوق الشجره. دونك ما تبداش هي فوق الشجره. بعد تولي ام الحسن غنات فوق الشجره. أي. تكملها فوق. أي. الشجره كيما مثلا عاوزين نعطيك مثال اخر. باهي ملاحظه مزيانه. غنيه المقياس نتاع زياد باش تبدا قول ما صار. ما صار. ما صار المقياس يعجب وهي وهي الاصل وهي المقياس يعجب ما صار من فوق معصم بالله. ليه ما فما حتى الوحده كيما الصدر كيما العجز معناه هو يدل على قلت لك يا ولفتي اذا تغيب علي يحرم الفيف النوم على عيني. واحنا كي نكتبوها يلزم تكتب هكا ونحيي للتلميذ كمش قريوها ونحفظوها. نعم. انه هذه يقدم معناها صحيت هذه طريقه يتناولوا بها الاشعار الغنائيه من هذا الموضع معناها انه وهي سنه غنائيه. نعم نعم. انا عطيتك انا في بالي جيت عرضا في تجيب في اغنيه واحده يا اخي تو ثلاث اغنيات اللي ذكرتهم فما فهم الجو هذا فهم هذا هو التقديم والتاخير. اغنيه شبيله راشد يا ولفتي اذا تغيب علي يحرم بصوت شكون؟ بصوت المبدعه الرقيقه ليندا جلاسي بالطبيعه. تحيه لها من مجموعه نواه. مجموعه نواه للموسيقى لموسيقى المالوف بالقيروان. اي سي ايمن ليغا اذا هات سمعنا.